الحقيقة وخليني بس أبدأ بفكرة هنا لاعبات وفي الأهلي وفي ألعاب القوة. يعني مؤخرا ابتدى الموضوع يبقى فيري فاميليير، أو يعني خلاص بقينا نسمعه على طول، ما نقولش إيه ده إزاي، بس طبعا في قصة ورا ده. لينا نورين متأثرة ومطلوب منكم تلخصوها. يعني خلينا نعرف بقى. يعني هبدأ نبدأ معاكي يا نورين. أنا بدأت اللعبة دي وأنا عندي 8 سنين، من 2008 أو 2007 بدأت بيها. من أختي كانت بتروح النادي زمان، كانت بطلة كبيرة قوي، وكنت بروح معاها طفلة بريئة بلعب لحد ما الكابتن شافني، وبدأت واحدة واحدة لحد ما بدأت بقى أول بطولة ليا رسمية كانت في 2008، كنت تحت 12 سنة. يعني أنا اكتشاف الكابتن ليكي مش رغبة شخصية مني كده؟ لا، الكابتن هو اللي شافني. أنا عندي 23 سنة دلوقتي، بقالي يعني يعتبر 13 سنة أو 12 سنة بلعب ألعاب قوى. بدأت في الأول خالص في اتحاد الشرطة، قعدت أعتقد 6 سنين. في 2015 الأهلي شافني فاشتراني. ففي بداية الشرطة الموضوع كان كويس قوي الحمد لله، بحقق أرقام. يعني أول ماتش ليا خالص الكابتن ما كانش متخيل إن أنا أصلاً ممكن أخش فاينل. يعني حتى ساعتها لما دخلت كان اللي هو كان بيقول يا رب تعمل أول، واللي هو كان الموضوع كان حلو قوي. في 2013 بدأت سافرت السودان، كان ملتقى هناك في الأول ليا، وعملت أول في أنا بلعب 400 حواجز 400 فلات. في 2013 سافرت تونس بطولة عربية، وكان في هنا في بطولة العربية في مصر كانت في 2013 2014 كانت في تونس. عملت أنا عندي 7 ميداليات بطولة عربية الحمد لله، عندي واحدة ذهب وأربعة فضة واثنين برونز. وفي 2015 لا قبلها سافرت اثيوبيا كانت في بطولة افريقيا، بس يعني ربنا ما سالنيش قوي هناك، وقعت في الحاجز الثاني. ورجعت بعد كده في بطولة موريشيوس في افريقيا، عملت رابع افريقيا، كانت اول لعبة مصرية اعمل رابع. وحققت رقم مصر في ال 18 سنة وال 20 والدرجة الاولى، كان دقيقة 1:43. كنت اول يعني واحدة مصرية وستة أصلاً تكسر رقم الدرجة الأولى وهي عندها 18 سنة الحمد لله. برافو عليك طبعاً. وفي 2015 برضو أو 16 كسرت الرقم بتاع 400 فلات في 18 سنة، كان بزمن 57 الحمد لله. لحد النهاردة فيش أي حد عرف يكسر الرقم ال 18 ولا الحواجز، يعني بقاله 6 سنين أهو أو 7 سنين يعتبر. 2015 بقاله 6 سنين الحمد لله ما حدش قدر يحققه. فاول ما رحت نادي الاهلي حققت 17 ميداليه، كانوا 16 ذهب وواحده فضه. ما شاء الله الحمد شاء لله الله. انا لعبت من زمان قوي، كنت بدات اخش في لعبت حاجات كتير، يعني لعبت ال 800 ولعبت ال 200 الحمد لله. كنت باي الحمد لله في اي مركز كنت بخش كنت بحقق فيه في اي ايفنت. لقيتي نفسك اكتر في 400 فلات و400 حواجز الحمد لله. حلو. كنت بخشها بعياط بجد، 400 حواجز انا فاكره كل ماتش كنت بخش معيط ان انا بكرهها كره. صعبه جدا على فكره. ميتة. يعني فكره ان هو ان انت تجري المسافه ده وضع، لكن كمان في حواجز مميتة. لكتك في اخر 100 متر انا ما اقولكش بجد لكتك فظيع، بيبقى محتاج مجهود جامد قوي. اللي مخليها صعبه من وجهه نظر واحد مش متخصص زي حالتي فكره ان انت بسرعه اندفاعك المنطق يقول ان انت تاخدي كل الحواجز تخيل بقى في اخر مع السرعه مع لكتك مع كل حاجه في اخر حواجز. لا صعب قوي، محتاج مجهود ده بالنسبه